نتكلم فيها. طيب اليوم عمل فريق الاعداد افضل لاعب استفتاء عن افضل لاعب في مباراه الشباب والرائد بين الاربع لاعبين حسان تنبكتي، اياغو، سيونغ الكوري حارس الشباب، ومن ثم بانيجا. الجمهور راح لكيم سيونغ 65%، محمد بانيجا 17%، 9% و 9% لسانتوس وحسان. الحارس الاضافه الحارس الكوري، الحارس حاضر صراحه بكل مباراه، حاضر. انت لما تشوف الحارس خفيف وتشوفه مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه، يقول لم يختبر الكلام، لم يختبر. وهذه مشكلتنا احنا. لا والله شال اكوار، شال اهداف. اللقطه اللي جبتها صراحه رده فعل عاليه، رده فعله تحركاته داخل ال 18 داخل الخط 6. يا حبيبي فريق الاعداد اختار بانيجا افضل لاعب في المباراه، هو بينه ولا بين بين بانيجا؟ لا بانيجا هو اللي قاعد يدير الشباب صراحه، يعني الحارس ممكن انه ما جته فرص كثيرا انه لعب الرايد على المرتده، لكن بانيجا هو اللي ماسك الفريق، اضاف للشباب الكثير. بانيجا اي مدرب داخل الملعب، مايسترو، انا اعتبره مدرب داخل الملعب. احمد نشوف طبيعي بانيجا، احنا قاعد نشوفه في السنوات من السنوات من اول ما جاء للشباب، فرض اسلوبه شخصيته، تاثر في اسلوب الشباب، فاعتقد ان بانيجا لاعب يعني كبير داخل الملعب، زي ما قال ابو عبد العزيز، اضافه للدوري السعودي، اضافه للدوري السعودي، وزي ما قال ابو عبد العزيز احيانا تحتاج لاعبين يديرون الفريق داخل الملعب. لكن الموسم الماضي يا خالد كل شيء بانيجا، الفاول بانيجا، داخل السته بانيجا، الحين لا، في نجوم، في نجوم عنده، الكيكه مو الحاله، يعني ما بالحاله، ما جوانكا. وحتى جمهور الشباب اعتقد مرتاح السنه هذه. بانيجا اذا غاب مباراه تاثر الشباب العام الماضي، وهذا اللي خلاه ما ينافس على الدوري. ألف مبروك للشباب وحظ أوفر للرائد.